في عناوين النشرة: رئاسة الجمهورية في صدد كشف مكامن تعطيل التأليف. وفد من أنصار الله يلتقي نصر الله. نهر الليطاني يكشف ملوثيه. ما فينا نحكي عن خطط لرفع التلوث إلا إذا تزامنت الحقيقة مع رفع هذه التعديات بكل أشكالها. هل يستعيد لبنان اليسار من تونس؟ احنا بلبنان بيقولوا سعادة النائب، عندكم بتونس كيف؟ يقولوا سيد النائب، حضرة النائبة. وراء كل مهرجان زوجة مسؤول. ما هذا فيستيفال وهذه اوكيجن، يعني مناسبة فيها حضور الناس كثير، بتطلع السيدة القائمة على المهرجان للافتتاح. الحرب السورية والغاز الروسي في قمة بوتين ميركل. مساء الخير. بين تريث ولا تستقل، واستعجل وشكل، مسافة نصيحة. في وقت ما عاد التصلب في المواقف يجدي، وأصبحت التهم المتبادلة في التعطيل كقصة إبريق الزيت. حرق الوقت والمراحل لم يعد يؤلم في موضعه فحسب، وصب الزيت على نيران قطع المعابر وعلاقة حسن الجوار لن يؤلم إلا موضعه، وبات لزاما على ولي التأليف أن يدير المحركات في اتجاهها الصحيح ويزيل العوائق حصصا وحقائب، ويشد مكابح المواقف السياسية المتسرعة كي يبني البيان الوزاري بعد تشكيل على الشيء مقتضاه. وفي غمرة الاسترخاء على خطوط التشاور، أكدت مصادر مقربة إلى رئاسة الجمهورية للجديد أن الرئيس ميشيل عون بات على قناعة بأن يقول للرئيس المكلف سعد الحريري: شكل الحكومة كما تشاء حتى لو اعتبرتنا خارج الحكومة. وأضافت المصادر المقربة إلى بعبدة إن هاجس رئيس الجمهورية بات في الإسراع في التأليف، وإذا لزم الأمر فسيسحب فتيل التعطيل عبر الكشف عن مكامنه ووضع الأمور في نصابها. وأشارت المصادر المقربة إلى عون أن التعطيل ليس من رئيس الجمهورية ولا من الوزير جبران باسيل، وأن حل أزمة وزير بالناقص أو وزير بالزائد في حصة القوات ليست في حاجة إلى 100 حلال، بل هي في يد الرئيس المكلف وحده لا سواه، فليحلها وكفى اتهامات بالتعطيل، خصوصا أننا بحسب المصادر الرئاسية على مقربة من استحقاقات داهمة لا تحتمل الانتظار ولا التأخير، تبدأ بموسم المدارس الذي أصبح على الأبواب ولا تتوقف عند أوضاع البلد الاقتصادية والمالية. وأضافت مصادر بعبدة للجديد إن لبنان بات في المرحلة الراهنة أمام أولويتين: الأولى قضية عودة النازحين، والثانية معبر نصيب الذي يعد الشريان الأساسي للبنان ولقطاعي الزراعة والصناعة. وفيما يحزم الرئيس المكلف سعد الحريري حقائبه لمغادرة لبنان في الساعات القليلة المقبلة لقضاء إجازة عائلية في عيد الأضحى، أفادت مصادر بيت الوسط بأن بند العلاقة اللبنانية السورية لم يرتقي إلى مستوى العقدة أمام تأليف الحكومة، وأن هذا الأمر قابل للحل، وأن الحريري يفاوض في شأنه. كيف ومع من لم تكشف مصادر بيت الوسط، لكن المتابع للتطورات المتسارعة على خط إعادة التطبيع الدبلوماسي والاستخباري مع سوريا تشي بأن الرئيس المكلف قد يكون تلقى إشارات من غير مرصد بألا يكون ملكا أكثر من الملك. دعوات إلى عودة العلاقات الطبيعية بسوريا، فهل زادت العقد عقدة؟ تخطت عقد التأليف عقدتي القوات والاشتراكي وعقدة وزارة الأشغال التي يطالب لبنان القوي بسحبها من المردة وفق مصادر التأليف ويحظرها على القوات، حتى باتت العلاقات اللبنانية السورية وربطها بالبيان الوزاري عقدة مستجدة تحول دون التأليف. الربط حالياً بتشكيل الحكومة مع العلاقات
هيدي بنكون عم نضيف عقدة جديدة على العقد الموجودة. هل من الممكن تصدير إنتاجنا الزراعي وإنتاجنا الصناعي بدون ما تكون فاتحة كل المعابر وعلى علاقات جيدة مع الدول العربية وبالأخص سوريا المعبر الأول لهيدي الدول؟ هيدا موضوع بده يتم بحثه مباشرة إن كان مذكور بالبيان الوزاري أو مش مذكور بالبيان الوزاري، ما في مهرب منه. بده بس تعقل روسنا شوي وما نكون كمان أدوات لمصالح خارجية. الخارج بكرة بيقدر يلاقي الطريق ليأمن مصلحته وما عنده مشكلة يكون اليوم عم بيصعد ويرجع يلاقي حلول، بس نحن بموضع ليش بدنا نكون دايما تابعين؟ ما فينا نحن نكون مبادرين لمصلحتنا. أكدت مصادر القوات أن الحديث عن التطبيع مع سوريا هو أحد مظاهر تعطيل التأليف ولزوم ما لم يلزم. أما مصادر بيت الوسط فقالت إن هذه المسألة في طور التفاوض والحل ولن ترتقي إلى رتبة العقدة. كما وجدت مصادر اللقاء الديمقراطي أن سجال التطبيع في مرحلة التأليف هو عينة عن سجالات مرحلة ما بعد التأليف. وبين رافض للعلاقات اللبنانية السورية ومؤيد، ضاع التأليف في زواريب الانقسامات السياسية والولاءات الإقليمية. رواند أبو خزام، قناة الجديد. نشر الإعلام الحربي صورة للقاء جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع وفد من أنصار الله برئاسة الناطق الرسمي محمد عبد السلام من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. الاشتراكي يؤكد أنه لن يحيد عن مطلبه بثلاثة وزراء ويتمسك بسياسة النأي بالنفس إلى حين إنجاز التسوية السياسية في سوريا. لا حياد عن مطلب الحزب التقدمي تمثيله بثلاثة وزراء في الحكومة، هي خلاصة موقف الاشتراكي الذي عبر عنه النائب وائل أبو فعور في خلال تمثيله النائب تيمور جنبلاط في العشاء السنوي لهيئة صندوق دعم المريض. نحن نضع النقاش الحالي والسياق الحالي للنقاش حول الحكومة في سياق محاولة إعادة لي ذراع وليد جنبلاط، وفي ذلك تكرار ممل وممجوج لتجربة الانتخابات النيابية. ومن كان انتصر وليد جنبلاط في الانتخابات النيابية وحسم الكثير من الأوهام وأسقط الكثير من الأوهام، سينتصر وليد جنبلاط في معركة تشكيل الحكومة المقبلة وسيسقط الكثير من الأوهام. مطلب الحزب التقدم الاشتراكي المشروع العادل المنصف الواضح الذي لا تراجع عنه ولا حياد عنه بتمثيل الحزب التقدم الاشتراكي بثلاثة وزراء يختارهم الحزب التقدم الاشتراكي دون قيد أو شرط أو تشاور مع أحد مهما كان موقعه. وأكد أبو فعور تمسك الحكومة الجديدة بمبدأ النأي بالنفس. الأزمة السورية تنتهي حين إقرار حل سياسي يرضي الشعب السوري ويرضي جميع السوريين. والأزمة السورية تنتهي عندما نرى أن الشعب السوري قد عاد إلى سوريا ليتمتع بنظام ديمقراطي، نظام حر، نظام تنوع، نظام يرضى العيش في بلاده. إلى أن يتحقق هذا الأمر فنحن نصر على التمسك بمبدأ النأي بالنفس. وختم بالقول إن العائق السياسي أمام عدم تأليف الحكومة هو الخلاف حول التمثيل الحقيقي والمنصف للقوى السياسية. نهر الليطاني يكشف ملوثيه والوضع مختلف بين حوضيه. هكذا هي الحال في الحوض الأعلى لنهر الليطاني الممتد من نبع العليق إلى بحيرة القرعون، 227 مصنعاً ومؤسسة تمتد على مجراه في البقاع من مسالخ ومجابل بطون ومناشر حجر ومصانع دهانات ومعامل أجبان وألبان وكحول، بالإضافة إلى النفايات ومياه الصرف الصحي، كلها ساهمت في جعله نهراً منكوباً. المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تقدمت بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد هذه المصانع والمعامل بتهمة تلويث النهر استناداً إلى قانون حماية البيئة.
ما فينا نحكي عن خطط لرفع التلوث إلا إذا تزامنت الحقيقة مع رفع هذه التعديات بكل أشكالها، سواء المتعدي كان بلدية أو مصنع أو مواطن أو حتى أي جهة رسمية. يجب على كافة الجهات المعنية لا سيما وزارتي البيئة والصناعة تحديدا أن تعتبر قرارات المهل للمعطاة إلى هذه المصانع كأنها لم تكن، خاصة في ظل قانون المياه الذي وضع حد سقفا أقصى هو 6 أشهر من تاريخ صدوره، فلا يمكن إعطاء قرارات مهل بتزيد عن هذه الفترة. الوضع في الحوض السفلي من النهر الممتد من العين الزرقاء إلى القاسمية يختلف عما كان عليه في السنتين الماضيتين بسبب وضع شروط بيئية خاصة على المرامل، كذلك بسبب إقفال 160 مجرورا يصب في النهر. هذه المنطقة أقل تلوثا، العين الزرقاء فيها تلوث بكتيري خفيف، وفي عنا 4 قرى في الجنوب لا تزال تلقي يعني بنفاياتها المنزلية. أيام لما كانت تنزل الرمول لأسباب مختلفة كان يوصل عكر 60% يعطل محطات الضخ، هلأ مش عم ينزل عن 10% 10-15%، لذلك النهر لم يعد إلى سابق عهده. عملت جولة تفقدية ونزلت بالنهر، المي منعشة بس لا ما حسيت بأي عوارض. هو شريان حيوي لأهالي البقاع والجنوب أرهقه التلوث، فهل ينتصر عليه كما انتصر على العدو الإسرائيلي الذي استمات قبل 12 سنة للوصول إلى ضفافه ولم ينجح؟ بعد ختمه بالشمع الأحمر أعيد فتح مخزن الأدوية التابع لشركة أروان بانتظار فحوصات وزارة الصحة ومتابعة المراسلة السابقة للبت بالدواء موضع الخلاف. بعد نحو 10 أيام على دهم الجمارك اللبنانية مستودع أروان للأدوية في منطقة جدرة الشوفية وإغفال المستودع بسبب بيع أدوية منتهية الصلاحية، وبعد حرب البيانات بين وزارة الصحة والجمارك التابعة لوزارة المال وختم المستودع بالشمع الأحمر، خرج رئيس مجلس إدارة المستودع برواية مغايرة تبدأ من عام 2015 عند استيراد الشركة أدوية نصف مصنعة بموافقة وزارة الصحة. إدارة الجمارك استوقفتها وطلبت إضافة دلالة إضافية على هذا المستحضر نصف المصنع بإضافة اسم الشركة المصنعة في الخارج، وبالرغم من مراسلات عديدة من وزارة الصحة تؤكد سلامة ما قامت به شركة أروان، إلا أن إدارة الجمارك أصرت على موقفها. نزولاً عند رغبة إدارة الجمارك كتبت شركة أروان تعهداً بعدم بيع هذه المستحضرات دون إضافة اسم الشركة المصنعة. بعد مضي أكثر من 4 شهور كتبنا تظلم إلى معالي وزير المالية كونها الوصية على إدارة الجمارك، ولكن مع الأسف المجلس الأعلى للجمارك كان معطل بسبب استقالة أحد الأعضاء، ولم تستطع إدارة الجمارك الرد علينا خلال الفترة المنصوصة. قيمة هذه البضاعة تتجاوز 2.5 مليون دولار. تم بيع هذه المستحضرات في السوق المحلية والسوق العالمية، ونحن نصدر لأكثر من 12 دولة في أوقاتها المحددة دون تأخير ودون إنهاء صلاحية ودون تغيير الملصق. المدير العام للجمارك بدري ظاهر كان قد أكد للجديد أن التعهد هو بعدم التصرف بالأدوية، وهو ما خلفته الشركة بحسب اتصال بمديرتها. لا نحن ما بعناها كلها، نحن بعنا جزء بسيط جدا منها لا 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 مستشفيات مناقشات معها. يقول رئيس مجلس إدارة المستودع أيضا في روايته أنه من الطبيعي وجود أدوية منتهية الصلاحية في المستودع على قاعدة أنهم يستردون هذه الأدوية تمهيدا لإتلافها. جميع مصانع الدواء ومستوردي الأدوية في لبنان ومنهم المستشفيات وحتى الصيدليات لديهم مخازن، وفي هذه المخازن تكون هناك أدوية منتهية الصلاحية، ودائما هذه الأدوية المنتهية الصلاحية توضع في أماكن مخصصة اسمها الكورنتاين أو الحجر الصحي، وهذه الأدوية منظمة حسب قانون ومراسيم وزارة الصحة، هو يجب الإبلاغ بها إلى وزارة الصحة
وتسليم الأدوية المنتهية الصلاحية إلى وزارة البيئة، وتقوم وزارة البيئة بإتلافها بالطرق السليمة. معلومات خاصة بقناة الجديد تحدثت عن علاقة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالمستودع، إلا أن مصادر الاشتراكي وبعد التواصل معها نفت الأمر جملة وتفصيلا، على أن وزارة الصحة والجمارك عادت إلى المستودع وكشفت على الأدوية فيه مرة أخرى يوم الجمعة، وجرى أخذ العينات على أن تصدر وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل تقريرها. وقبل صدور تقرير وزارة الصحة، أمر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي ميشيل فرزلي برفع ختم الشمع الأحمر عن المستودع وحصر الأدوية موضع الإشكال إلى حين التصرف بها وفقاً لمراسلات الشركة السابقة مع وزارتي البيئة والصحة ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ميناء الدورة يجمع خصوم السياسة على تروية سمك. السمك غير ملوث، كلنا راح ناكل سمك وكلنا ما راح نتسمم. عند البحرية يا ريس صمر شرقية، يا ريس عند البحرية يا ريس صمر شرقية يا ريس. طبيعي، وانا باكل سوشي وباكل من هذا السمك على طول، ما انصدمت ابدا، بس بقول انه طيب. ما فرقته السياسة جمعه سمك لبنان، واستطاع صيادو ساحل المتن وتحديدا في ميناء الدورة جمع نواب القوات والتيار الوطني الحر والتشناق والكتائب على مائدة سمك بلدي قدم لهم بأشكال مختلفة، والهدف إعادة أحياء القطاع الذي أصابته سهام التلوث التي انطلقت منذ أشهر لتغرق بحر لبنان بشائعات واتهامات يؤكد الصيادون أن لا أساس لها من الصحة. طبعا الصيادين عم بيروحوا لعرض البحر وعم بيتصيدوا مثله مثل كل صيادي لبنان، بقى بالتالي اذا كان في شيء كان بين، وعلى كل حال اذا ملوث ولا غير ملوث مش نحن المنقرر، في مراجع مختصه هي اللي بتقرر وهي بتفحص وبتشوف اذا في تلوث ولا ما في تلوث. وبنقول للناس انه هودا السمكات سمكات طيبه، سمكات مش ملوثه، واذا بدهم يتابعونا 3-4 ايام ما حنفوت على المستشفى ولا حيصيرنا شيء، وكلنا بألف خير. بقى يتفضلوا يتنازلوا شوي من الشعارات الكبيرة ويكونوا مع هالناس، ما كلنا اليوم عايشين بهالبلد. القطاع الذي تضرر على مدى أشهر بدأ يستعيد عافيته تدريجيا وسط تأكيدات الجميع بأن الأسماك اللبنانية نظيفة. لقال لك انه بكذب عليك، ما اثر بلا اثر، بس لنسبة كتير بسيطة، في كتير ناس بس رجعت هلا عم تاكل ورجعوا تقريبا رجع الوضع طبيعي، يعني ولا نهار بعد حدا تشكى ولا نهار بعد حدا انضر من السمك من عندنا. لكن هدف الوقفة لم يقتصر على تذوق الاسماء النيئة والمشوية، بل طالت ايضا مطالب الصيادين المزمنة. المشروع المعمار في الدورة واستصلاحه هو لمدة سنتين كان لازم ينجز، صرنا فاتين بالسنة الخامسة، لا في زفت لا في كهرباء لا في ماي لا في طرقات ولا في شيء أبدا. هلأ نحن بين الوزارة وبين المتعهد رايح على الصياد، وأن المطلب الأساسي هو انتساب الصيادين للضمان الاجتماعي. كوجه هذا البحار القديم رسم البحر خطوطه في أجساد كل من يعيش من خيراته، يطبع حكايات على أجساد من قرروا الاتكال على رزقته للعيش بكرامة، غير آبهين بالكلام فهم أبناء البحر ورزقتهم عليه، وإن كان رزق كل يوم سمكا بالبحر. حسان الرفاعي، قناة الجديد. البحر كويس يا ريس وصل حبيبي يا ريس. اليسار أعطت تونس مملكة قرطاج قبل أكثر من 2000 عام، فهل تعطي تونس اليوم لبنان قوانين الدولة المدنية؟ تحقيق للزميلة ليال بوموسى. لو تنافست الدول العربية في عدد الأهداف المسجلة في مرمى العدالة والمساواة والديمقراطية لفازت تونس بكأس العرب بامتياز.
احنا مرتبة أولى وفخورين بذلك، ولكن ما هي مدعاة تكبر ولكن مدعاة فخر أن نكون في تونس قاطرة حقيقية للديمقراطية، أن يشارك كل قوى المجتمع وأهمها النساء في الحياة السياسية والمجال العام. على هامش ملتقى النساء في السياسة المقام في لبنان التقينا السيدتين لميا الدريدي وصبرين القمطيني النائبتين في المجلس النيابي التونسي المؤلف من 217 عضوا، نالت فيه النساء 78 مقعدا في الانتخابات الأخيرة على أساس القانون النسبي المطبق في تونس منذ 2011. الرئيس الجمهورية كان أعلن على تبني مقترح المساواة في الميراث، وهذا ثورة في العالم العربي. نحن بلبنان بيقولوا سعادة النائب، عندكم بتونس كيف؟ يقولوا سيد النائب، حضرة النائبة، يعني ما في سعادة؟ نو سعادة لا. قد بيتقاضى النائب بتونس؟ احنا الراتب متاعنا هو في 1000 يورو. بيطلع لك سيارة بلا جمرك؟ لا لا لا. ليه؟ لا ما عناش احنا في تونس الامتيازات، يعني نو نو ما عناش في تونس. احنا بالنسبة احنا النائب في تونس يتقاضى منحة عن العمل البرلماني ويعني وبس. في جمع بين النيابة والوزارة؟ لا لا، احنا وظيفة النائب لازمها تفرغ تام، يعني لا يوجد اي جمع. الناشطة النسائية اللبنانية والمرشحة السابقة زويا جريديني المشاركة في الملتقى تؤكد أن لبنان يمشي ببطء على طريق تطوير القوانين. بعدنا حاطين براسنا أنه لبنان هو سويسرا الشرق، أنه هو متقدم على بقية الدول العربية، بينما الواقع مش هيك. في تحسينات طرقت على قضية الأحوال الشخصية بكثير من الدول العربية، نحن بعدنا محلنا. في موضوع المشاركة المرأة بالحياة السياسية، بالسودان صار في كوتا 25%، بالعراق صار في كوتا نسائية 25%، بليبيا 16%، بفلسطين 20%. نحن بعدنا لهلأ على مدى دورتين انتخابيات عم بيوعدوا الحركة النسائية بإقرار كوتا، وبيرجعوا بتخلوا عن هذا الوعد بآخر تكة. بين لبنان وتونس تاريخ يعود إلى عام 814 قبل الميلاد، مع أميرة مدينة صور أليسار وتأسيسها مملكة قرطاج، ومنذ ذلك الوقت والشعبان يحتفظان بكثير من القواسم المشتركة. فهل تلاقي الدولة اللبنانية عام 2018 تونس في تبني قوانين الدولة المدنية؟ ليال بوموسى، قناة الجديد. في موسم الاصطياف تنافس مهرجانات، وزوجات الزعماء يتسابقن إلى المنابر. تسير على طرقات لبنان في موسم السياحة الصيفية، تتسابق أمامك اللافتات الداعية إلى هذا المهرجان أو ذاك، كلها مهرجانات دولية تضيع بينها بوصلة السائح. فهنا مهرجانات تقاسمت غنيمة القيصر، وهناك فنان عالمي دفعت له ملايين الدولارات ليحيي مهرجاناً في بلاد أجداده. ولائحة الأمثلة تطول ولا تنتهي عند مهرجانات دينية حجزت لنفسها مكاناً بين زملائها، حتى باتت الاحتفالات الصيفية أشبه بحلبة تتصارع فيها اللجان المنظمة أي منها أكثر دولية. ثلاثة عناصر يمكن اعتبارها أساسية لإقامة مهرجان: موقع أثري، تمويل، وزوجة زعيم سياسي. ولكن ما تتوفر العنصر الأخير يمكن اعتبار العنصران الأولان تفصيلاً يمكن الاستغناء عنه. من بيت الدين إلى الأرز وأهدنيات وطرابلس والإبيات وغيرها، تتنافس زوجات السياسيين من منهن الأنجح في إقامة احتفالات صيفية. النهاية إيه؟ ما هذا فستيفال، وهذه أوكيجن، يعني مناسبة فيها حضور ناس كثير. بطلع السيدة القائمة على المهرجان للافتتاح، يعني نوع من التسويق. بالنهاية هذه فرصة، يعني أنا بعرف بعض السيدات اللي هن قائمات على بعض المهرجانات المهمة جدا، بالعكس بتشوفيها بالتيشيرت وبالجينز وبالسنيكرز موجودة مع الناس بالتركيب وبالتجهيز. على الرغم من المنافسة، انخفض عدد المهرجانات من 180 في السنة الفائتة إلى نحو 150، حيث عمدت وزارة السياحة إلى أن تكون أكثر انتقائية
في الرعاية والتمويل. أحيانا بتصير في أخصام سياسيين ضمن إطار البلدي أو القرية أو أخصام بالمجلس البلدي كمان هذا بيعمل مهرجان وهذا بيعمل مهرجان. هلأ overall يعني هي المسألة فيها إيجابية، يعني ما منشوف فيها سلبية. وزارة السياحة عندها آلية معينة لاختيار المهرجانات اللي تدعمها والمهرجانات اللي تستبعدها. يعني مثلا المهرجانات اللي بتنظمها البلديات أو الشركات الخاصة هذه ما بتلقى دعم من وزارة السياحة. اللي بدها تقوم بالمهرجانات السياحية لازم تكون جمعيات سياحية متخصصة. بين مسابقات الجمال ومسابقات المهرجانات قد يختلف الاسم، إنما الشكل واحد، جمالي ذو طابع يسمونه ثقافيا. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. بعد الإعلان، كميون العيد يصل إلى بيروت. النائب وائل أبو فعور يعلن في مؤتمر صحفي أن أدوية زراعية فاسدة تباع في الأسواق اللبنانية. كشف عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور أن أدوية للنحل منتهية الصلاحية تباع في الأسواق، متسائلا في الوقت عينه كيف تحولت هذه الأدوية من أدوية توزعها وزارة الزراعة مجانا إلى أدوية تباع في الأسواق اللبنانية. أدوية زراعية في الأسواق اللبنانية ثبت أنها أولا مسروقة من وزارة الزراعة. هذه الأدوية تنتهي صلاحيتها بشهر 1/2018، يعني اليوم هي منتهية الصلاحية. يتم بيع بالأسواق بعد أن تم التغيير في منتهية الصلاحية، تم التلاعب بتاريخ الصلاحية وصار إلى تاريخ شهر 3/2020. بعض المعلومات لمني أكيد أنه بعض الناس المتورطين بهذا الأمر هم المحسوبين على بعض الطائرات السياسية الحاكمة والمتحكمة والمتنفذة في هذه الأدوية. ودعا أبو فعور مربي النحل إلى التنبه على هذا الأمر، وطالب الدولة بتوفير أدوية بديلة وبملاحقة المتورطين. كاميون العيد يوزع الفرحة من شمال لبنان إلى جنوبه مرورا بالعاصمة. في بيروت حط كاميون العيد رحاله هذه المرة بعد جولة له في محافظة الشمال، جال في طرقاتها على وقع أصوات أغاني العيد. في البسطة كان اللقاء مع الأطفال، تجمعوا حوله بغية الحصول على هدية تفرحهم. أجواء العيد حلت باكرا والفرحة رسمت على وجوه بريئة. عليكم بالصحة والعافية وكل سنة وأنتم بخير، إن شاء الله بتخلوا هالفرحة بقلب هالعالم. شكراً كتير 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 على الهدايا وعلى كل شيء عم بتقدموا للعالم. عن جد عملوا فرحة للأولاد ما حدا عملها بعد. هذه المبادرة تنظم للسنة الثانية على التوالي. هذا المشروع الكاميون العيد اللي صار مشروعنا كل سنة عم نعمله له هدف كتير مهم، هو أنه يجمع كل أبناء الوطن من كل الطوائف وكل المناطق ليكونوا عم يعيدوا مع بعض، وهذا اللي ناقصنا نحن بلبنان. بعد الشمال وبيروت سينتقل كاميون العيد إلى الجنوب، وفي جعبته فرحة متنقلة، فالعيد بالنسبة إلى الأطفال مجرد لعبة. في مدينة بعلبك جال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على عدد من المشاريع الإنمائية. وفي نهاية الجولة شكر صفي الدين للمعنيين في وزارة الطاقة ولمؤسسة كهرباء لبنان وتكتل نواب علبك الهرمل واتحاد البلديات الذين عملوا لإنجاز محطة الكهرباء في الشراوني، المشروع الذي سيخدم منطقة بعلبك الهرمل. ورأى صفي الدين أن حل مشكلة الكهرباء بسيط ويكمن في بناء معامل الإنتاج. الأمر الوحيد الذي يجب أن يركز الجميع عليه المسؤولون والجهات المعنية ووسائل الضغط رأي العام كل وسيلة يمكن أن نستفيد منها للضغط باتجاه أمر واحد وهدف واحد هو معامل الإنتاج. لبنان بإمكانه خلال سنتين أن ينجز بناء معامل إنتاج تقدم أو تنتج أكثر من 1500 ميجاوات، وكلفته كلفة هذه الكمية
لا تتجاوز الملياري دولار بحسب كل الدراسات. يعني نتحدث عن أعلى نسبة وأعلى كلفة، دون أن ندفع، دون حاجة أن ندفع في كل عام دعم بمقدار ملياري دولار أو أكثر. الحل بسيط وسهل، يجب أن يعرف كل اللبنانيين أن الحل بسيط وسهل، والاهتداء إلى الحل هو بحاجة إلى قرار جازم في تنفيذ قرارات اتخذت في مجلس الوزراء. نحن لسنا بحاجة إلى قرارات جديدة، نحن بحاجة إلى تنفيذ هذه القرارات، وأنا متأكد أنه خلال سنتين إذا نفذت هذه القرارات ستحل مشكلة الكهرباء في كل لبنان. استمعوا إلى صوت عباس صوان في الانتخابات وتناسوه اليوم ليبقى صدى آلامه يدويه. أنا اسمي دنيا حسن صوان، ابني اسمه عباس محمد عباس، بيو متوفي سنة توفى فيها الحريري، معنات من سنة لهلا. ابني يعني نص معك، يعني لا بي في يشتغل، لا في يدي، لا في دوام، إبرته 3 مليون. يعني الصدفية عملت له التهابات جلدي، بتنزل عمل ودم، أجلك الله بيخرج دم، بيبول دم. يعني كل 20 يوم بده 3 مليون لقدم له إياه للإبرة، بس ما يكون معي ما بجيبه. كل ما بروح ببرا مع الشغل ما حدا بيشغلني، بيشوف حالتي هيك، أنا معين أمي وأختي. أنا بدي وصي صوتي يهودي اللي أخذوا صوتي وانتخبتهم. نحن وقت قالونا اطلعوا انتخبوا على كرامة وعزة وكرامة، نحن ما عم نعيش بعزة وكرامة. عم نتبهدل نحن الشباب ما عم نلاقي شغل. ما حدا بدق بابنا بقول لنا شبكوا. نجعنا، نمنا. أهل الخير بيقولوا ما فلوا، بعضهم موجودين. وأنا يعني الله يخلي له شبابي ويخلي له أهله، بتمنى يعني يساعدني تحت الخير وممنونه لمدى الحياة. بعد الإعلان 3 دقات على موسيقى جي مانوكيان. بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال القمة التي جمعتها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألمانيا الصراع في كل من أوكرانيا وسوريا والوضع في إيران، إضافة إلى مشروع خط الأنابيب الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا الذي أثار غضب الولايات المتحدة. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك أكدت ميركل أن القضايا الخلافية لا يمكن علاجها إلا من خلال الحوار، وأنه من الضروري تجنب أزمة إنسانية في إدلب السورية، مشيرة إلى أنها ناقشت مع بوتين مسألة الإصلاحات الدستورية والانتخابات المحتملة. وقد عبر الزعيمان عن القلق تجاه الوضع في سوريا والمأساة وأزمة اللاجئين التي خلفتها. أما فيما يتعلق بخط أنابيب نورد ستريم 2 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، قالت ميركل أن بقاء دور لأوكرانيا في نقل الغاز إلى أوروبا أمر مهم، ورحبت ببدء محادثات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وروسيا بهذا الصدد، فيما شدد بوتين على ضرورة النظر إلى هذا الأمر من وجهة النظر الاقتصادية. الولايات المتحدة تجمد ملايين الدولارات المقرر إنفاقها على إعادة الاستقرار في سوريا، وفي ذلك تلزيم لحلفائها في الخليج. أعلنت الخارجية الأمريكية تعليق صرف 230 مليون دولار أمريكي مخصصة لبرامج إعادة الاستقرار في سوريا، وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن وزير الخارجية قرر تعليق صرف المبلغ الذي كان مخصصا لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش وتوجيهه إلى أهداف أخرى من دون تحديدها. وأوضحت أن الخطوة تأتي على خلفية التزام شركاء واشنطن في التحالف الدولي تخصيص 300 مليون دولار لمصلحة العملية، 150 مليونا منها قدمتها السعودية و50 مليونا الإمارات. من جهتها لفتت قناة سي بي اس نيوز الأمريكية إلى أن دول أستراليا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والكويت ستساهم إلى جانب السعودية والإمارات في توفير أموال إعادة الاستقرار في سوريا. وأكدت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن القرار لا يعد تقليلا من التزام الولايات المتحدة بأهدافها الاستراتيجية في سوريا،
وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على استعداد واشنطن للبقاء حتى هزيمة التنظيم نهائيا وضمان انسحاب القوات الإيرانية ووكلائها. وكان ترامب قد جمد صرف الأموال المشار إليها في آذار الماضي في إطار إعادة تقييم دور بلاده في الصراع وفق سي بي إس نيوز. وفي حقيقة الأمر فإن هذه الأموال كانت مرصودة للمعارضة السورية، وقرار تعليق صرف الأموال تابع لقرار الانسحاب من سوريا بالاتفاق مع الروس. وبهذا يكون ترامب قد لزم أمر دفع الأموال لإعادة استقرار سوريا لحلفائه في دول الخليج وغيرها. وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان. عن عمر نهز 80 عاما توفي الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان في سويسرا، وهو الحائز على جائزة نوبل للسلام لقاء جهوده من أجل السعي إلى عالم أكثر تنظيما وأكثر سلاما. وقال مصدران مقربان من أنان الذي يحمل الجنسية الغانية إنه توفي في مستشفى في بيرن بسويسرا في الساعات الأولى من صباح السبت. وأنان شغل منصب الأمين العام السابع للأمم المتحدة من عام 97 إلى عام 2006، حيث جاء في منصبه خلفا لسلفه المصري الدكتور بطرس غالي، كما عين موفدا خاصا للمنظمة الدولية والجامعة العربية إلى سوريا في شباط 2012 في محاولة للتعامل مع الصراعات الدائرة هناك. وعارض بشدة غزو العراق وبرنامج إيران النووي في عام 2003، وبعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة في سبتمبر عام 2001 لعب دورا حاسما في تحفيز الجمعية العامة ومجلس الأمن على اتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب. كما اشتهر بقلقه الدائم الذي كان يعبر عنه في كل بيان، وكذلك بإعطائه الأولوية لوضع برنامج إصلاح شامل يهدف إلى تنشيط الأمم المتحدة واستعادة ثقة الجمهور بالمنظمة ولترسيخ المساواة الجندرية داخل منظومة الأمم المتحدة. عين السيدة لويس فريشيت كأول نائبة للأمين العام، وبعد تقاعده من الأمم المتحدة في عام 2006 عاد إلى غانا، حيث شارك مع عدد من المنظمات الإفريقية وكذلك العالمية. تداول شريط مصور يظهر عشرات القتلى من تنظيم داعش ممددين على الأرض، وقد تعرضوا لإصابات معظمها في الرأس. ويرجح أن المشاهد التقطت عند الحدود السورية الأردنية في منتصف شهر آب الجاري، فيما يبدو بأنه كمين محكم سقط فيه هؤلاء وأدى إلى مقتل هذا العدد الكبير منهم. كما يظهر في التسجيل المصور صوتا يكرر بأن القتلى هم من كلاب أهل النار، وهو مصطلح ديني يطلق على الخوارج. سبكوا يا خنازير كلاب أهل النار. والآن إلى فن الخبر مع الزميل عمر خداج. سعيدة. بعدما كان أحياء ليلتي مهرجان زحل الدولي الفدان كاظم الساهر تألق بالليلة الثالثة الثنائي أبو وجيمانيكيون، وقدم سهرة رائعة وفيوجن ناجح جدا. وكان ملفت أنه أبو غنى بالإضافة لثلاث دقات الشهيرة أغاني الرحابني وزكي نصيف باللهجة اللبنانية، والنتيجة كانت تفاعل رهيب بينه وبين الجمهور يلي الأكيد أنه أمضى ليلة زحلوية من العمر. انتهت بأغنية جديدة لأبو، خليكم معنا. يعني نحن حكينا مع جي ورجعنا حكينا مع أبو، تواصلنا معهم، رجعنا جمعناهم سوا لأنه آمنا إنه هيدي الفيوجن بين اللبناني جي مانوكيان على البيانو وبين أبو اللي عامل هيت انترناشونال ثلاث دقات مع هو ستايل تبعه اثنيناتهم يونغ سبيريت، إذا جمعناهم رح نطلع ببرودكت كتير مهم نقدر نقدمه للببليك. ايه الجمال ده؟ انا يعني مبدئيا في الفستيفالز اللي عملتها في لبنان اكتشفت لبنان. انا طول عمري باجي بيروت من زمان وعشت شويه بيروت، بس لما رحت الشمال ولما جيت هنا اهو في زحله اكتشفت جمال في لبنان. انا بعشق لبنان، من اجمل بقاع الارض اللي رحتها فعلا.
بحكي بموت فيه، يعني انسان قبل ما يبقى فنان بحبه جدا، صاحبي جدا. وي جيت along بطريقه مرعبه اون ستيج اند اوف ستيج، ففرحان قوي ابو الكاركتر تبعه. والتجربه اللي عملناها بشهر شباط بالليجند على عيد العشاء كانت تجربه ممتازه. كل العالم فاكرين انه ابو بس 3 دقات، بس لا، اليوم راح تشوفوا انه ابو اكثر من كثير من 3 دقات، ابو اكثر من 10 دقات. نسالوا نحن له هذا الموضوع. الصيفيه كيف؟ الصيفيه بتعقد، يعني بتعرف بلبنان ما بقى عندنا شيء غير هال اذا بدك هالمهرجانات وهالشوي الفن الموجود بعد اللي عم بينسينا شوي او عم بخلينا نعيش. يعني انا بتخيل الشعب اللبناني اليوم عايش بحاله اندينايل، يعني بس انه على القليل هالساعتين اللي بنجي بنحضر فيهم كونسرتس بياخذونا على غير محل، بياخذونا على عالم مش حقيقي كثير اذا بدك لسوء الحظ. وانا ليه قاعد مستني وعمال اغني مع حبيبي، وانا ليه قاعد مستني وعمال اغني مع حبيبي، بتخبي في عيني كل ما لما بتيجي عيني عليك، وساعات تعملي مش سامعة وانا عمال بتغزل. لهم مشاهدينا كوسة فقرة فن الخبر لنهيتها، بنشوفكم، باي باي. وإلى ترندز والزميلة نور صومعة. مرحبا. أغرب الأمور عم نشوفها على الإنترنت، وكل فترة تحدي جديد بيسيطر على موقع إنستغرام. فأجدد تحدي عم بيلاقي تفاعل كبير من بعد ما بلش بروسيا ووصل استخدامه لآلاف الصور بيصور فيه أشخاص أغنياء حالهم هن واقعين على الأرض، ولكن وقعة مركبة قدام درج أو سلم أو سيارة أو طيارة وغيرهم من الأماكن الغريبة. وهالتحدي اللي تحت هاشتاغ فولينج ستارز بيدعوا فيه أصحابهم لابتكار أحلى صورة ممكنة. وإلى أخبارنا المحلية، ومقطع فيديو تم تداوله بالساعات الماضية لرئيس مجلس النواب نبيه بري أثناء الاحتفال بالعيد 41 لتأسيس كشافة الرسالة الإسلامية. وبوقت إلقاء الكلمة صار موقف مضحك انتشر على مواقع التواصل للرئيس عم بيقول لأحد الحاضرين يلي عم بيحكي بصوت عالي: تع محلي وخلصني. لأنهم لأن لا لا تعب خلي وخلصني من الاحتفال. ومننهي أخبارنا مع قضية عم بتلاقي تفاعل كبير على السوشيال ميديا لطفل بحاجة للمساعدة. انتشرت صوره وتداول الناشطين اسمه. الطفل محمد العطوي عم بياكل من زلعومه لأنه وضعه المادي ما بيسمح له يعمل العملية يلي هو بحاجة إلها. العملية بتكلف 20,000 دولار، ولنقدر نخلص محمد من الوجع يلي عم بعيشه فيكن تتصلوا على الرقم يلي عم يمرق على الشاشة. لهم بنكون وصلنا لنهاية ترندز يلي فيكن تتابعون على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا. كان في النشرة: رئاسة الجمهورية في صدد كشف مكامن تعطيل التأليف. وفد من أنصار الله يلتقي نصر الله. نهر الليطاني يكشف ملوثيه. فينا نحكي عن خطط لرفع التلوث إلا إذا تزامنت الحقيقة مع رفع هذه التعديات بكل أشكالها. هل يستعيد لبنان اليسار من تونس؟ إحنا بلبنان بيقولوا سعادة النائب، عندكم بتونس كيف؟ يقولوا سيد النائب، حضرة النائبة. وراء كل مهرجان زوجة مسؤول. ما هذا فيستيفال وهذه اوكيجن، يعني مناسبه فيها حضور ناس كثير. بتطلع السيده القائمه على المهرجان للافتتاح. الحرب السوريه والغاز الروسي في قمه بوتين ميركل. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.